صباح الخير عليكم كاملين، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم اليوم معايا ان شاء الله. غنديكم معايا في واحد الفلوج جديد اللي هو الفلوج الثاني ان شاء الله، اللي كندير حول الامارات. فكيف ما كشفتوا الفلوج الاول كان عملناه في وادي شوكة في راس الخيمة. فاليوم ان شاء الله غنديكم بلاصة جديدة، واد جديد كاين في قرب مدينة الفجيرة، كيبعد عليها تقريبا حوالي واحد 55 كيلومتر من ناحية دبي، أو من ناحية البلاصة اللي غنطلقوا منها اليوم اللي هي القرية العالمية، فكيبعد عليها تقريبا بواحد 107 كيلومتر. ما نطولش عليكم كثير، خليكم معي إن شاء الله ومرحبا بكم. مشينا بسم الله. واحد النصيحة فقط، يعني ما كنصحش الناس اللي عندهم سيارة صغيرة انهم يجيو لهاد بحال هاد المناطق، فربما لو كانت سيارة كبيرة من نوع كات كات يعني كتبقى افضل واحسن، لانه الطريق تقريبا شوية صعيبة بزاف على السيارات الصغار، وبالتالي ما تقدروا ما تستمتعوش بالخرجة. فكنصحكم يعني انكم ديما الى كاين لكن البديل انكم تستعملوا سيارة كبيرة احسن. كيف ما كتشوفوا فالمنطقة صراحة شوية واعرة، قاسحة شوية بزاف، كاين الصاد تقريبا درجة الحرارة كتوصل ل 40، وحنا يلا دابا يلا 11 و20 دقيقة. مع ذلك فالحرارة يعني بدات كترتفع. بالنسبة للمنطقة فهي منطقة جميلة، يعني الناس اللي كيحبوا انهم يخرجوا ويجيبوا العوائل تاعهم ووليداتهم الصغار، فكنصحهم بالمنطقة انهم يجيو ويستكشفوها. الناس اللي كيعجبهم الجبال صراحة كتستحق الزيارة. Thank you.
اخوان فيديو ديال اليوم سالا صافي كملنا. نتمنى يكون الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. وكنتمنى لكم الصحه والسلامه وكنطلبوا من الله سبحانه وتعالى يرفع عنا البلاء هذا باش نرجعوا لحياتنا ان شاء الله ونقدروا نخرجوا ونقدروا نشوفوا لانه توحشنا احبابنا. وليله يلا خليتكم على خير، مع السلامه.